بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. زدت صلاة وتسليما وتشريفا عليك سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب الكريم، نعود مرة أخرى لنذكر نفوسنا ونشرح صدورنا مع القارئ الكريم حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ راضي محمد شعبان القارئ والمقيم بطليا، سائلين المولى عز وجل له التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم.
ألا ترى أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا
فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انطلقوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم
الله خير حافظا. Oh,
إلا لله.
إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا وإنه لذو علم لما علمنا
والله لو طهر قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا صوت محكم واداء متقن يسبح في ملكوت السماوات والارض. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام في كل مكان من ارض الاسلام استمعنا مع صوت من لا يمل سماعه وقران يترتب اليه كل استماع تلاوه قرانيه مباركه القاها على مسامع حضراتكم قارب مريم مصر العربيه والعالم الاسلامي كله والعدو بتطابق القراء فضيله القارئ الشيخ راضي محمد شعبان القارئ والمقيم بطليا والاشتراك مع الفكره الفكريه الممتازه والمتر يحيى الميدي المقيم بسلسليات الساده المعزين قبول العزاء اجمعين ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والبركه